ديميريا يفجرها يا سادة يا كرام عن أشرف حكيمي، ويكشف حقيقة المؤامرة التي يتعرض لها أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان. كذلك يؤكد بأن أشرف حكيمي كان متدمر نفسيا في ذلك التوقيت. هنعرف كل هذه التفاصيل من خلال حلقة نارية من قناتكم زياش أند حكيمي لافرز. ولكن في البدايات انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة، فجر زر التنبيهات، لايك هيساعد الحلقة تنتشر لأكبر عدد من الناس، اشتراك هتنضم لعيلة كبيرة اسمها زياش أند حكيمي لافرز، تفعل زر التنبيهات معناه ان كل حلقاتنا فورا تنزلها على طول هيصلك اشعار، تدخل تشوف كل جديدنا عن النجوم المغاربة والمنتخب المغربي. ديميريا الارجنتيني يكشف بأن أشرف حكيمي هو أفضل لاعب في العالم في مركزه. ديميريا أكد بأنه ليس هناك مؤامرة تماما ضد أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان، ولكن أكد ديميريا أن ما يحدث وأن غضب حكيمي في بعض الأحيان نتيجة قلة انسجام سيأتي مع الوقت بين جميع لاعبي باريس سان جيرمان. ديميريا قال ان اشرف حكيمي ممكن يبقى ليه حق في بعض الاحيان انه يبقى غاضب لان عاوز الكره تصل ليه على طول، ولكن ديميريا قال كده تصريح خبيث من تحت الترابيزه، قال اللي احنا هنا مش هنلعب لاجل حكيمي فقط ولكن هنلعب من اجل باريس. ليه ما انت كنت ماشي كويس يا ديميريا، ليه التصريح الغريب ده؟ المهم ديميريا اكد ايضا بان بعد نهايه كاس الامم الافريقيه وخروج المغرب من دور 16 كان حكيمي متدمر نفسيا، وكل لاعبي باريس سان جيرمان كانت شايفه هذا الامر، لان حكيمي كان يأمل في أنه يصعد للمغرب إلى أدوار متقدمة من كأس الأمم الإفريقية. في نهاية كلامه مفيش مؤامرة، حكيمي لاعب كبير، أتمنى أن الكلام ده يترجم على أرض الواقع.